أنا طلعت معدل عالي ومع ضغط من الأهل انجبرت بدخول كلية الطب. أوكي أنا مجبور على الطب، أنا ما أحبه. هل أكو فرصة أحبه؟ رح أحبه في يوم من الأيام ولا رح أبقى كره؟ شوف بالفيديو. مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. أول شيء الإجابة على هذا السؤال لازم يكون الإجابة على محورين. المحور الأول إنه إيجابيات وسلبيات الطب، والمحور الثاني إنه هل راح أحبه ولا لا. أوكي طيب، أول شيء كسلبيات الطب إنه هو طريق طويل، طريق طويل، يعني راح يمكن راح تبقى انت تدرس 20 سنة، وبعد هاي 20 سنة يا دوب تقدر تفتح عيادة، انه ممكن تكون بهاي الطريقة. هاي نقطة. النقطة الثانية انه حياة اجتماعية محدودة، انه انت راح تكون محدود فقط بالمرضى، فقط بحياتك داخل المستشفى او داخل الجامعة، يمكن اصدقائك ومعارفك وجيرانك لو راح يدرون انه انت موجود بهذا البيت لو لا، يعني ما متأكدين انت بمنطقتهم ولا لا. اذا مثلا انت رايح تجيب صالون رجاءات انه باعوا لك انت ويانا بالمنطقة، that's it. اوكي من ناحية ثانية انه هو ايضا خطورة، بينه من الخطورة انه انت تخيل انه انت راح تكون مسؤول عن حياة مريض، فهاي المسألة ايضا مو سهلة. اوكي يحتاج لها انه الانسان يكون يعني مسؤول عن هذا الشيء، قد المسؤولية بهذا المعنى. هاي سلبيات كلية الطب. أما إيجابيات الطب يعني بواقع مجتمعنا وبواقع أعتقد أغلب المجتمعات أنه أكو احترام، أكو يعني قيمة اجتماعية، أكو اعتبار اجتماعي للطبيب بغض النظر عن شنو سببه. المهم أنه إحنا نعرف أنه أكو اعتبار اجتماعي، أكو مكان اجتماعي، قيمة اجتماعية للطبيب. نقطة أخرى أيضا أنه الطب مهنة إنسانية، يعني أنه أنت رح تكون يعني رح تكون شرد نقول أنه إنساني، أنه مهنة إنسانية، أنه أنت رح يعني رح تقضي حياتك وعمرك ب يعني بقضية إنسانية، أنت مؤمن بقضية إنسانية رح تقضي حياتك بها بهذا المعنى. أيضا أنه هو من ناحية يعني طريق اوكي طويل واوكي صعب واوكي خطر واوكي يعني بعد عن الحياه الاجتماعيه مو بيرفكت، بس بالنهايه انه بي اكسايتمنت، يعني اثاره، انه تحس مثلا انه انا شخصيا هيك اشوف انه اثاره، شوف مثلا حياه الجنود، حياه الشرطه، حياه مثلا الجنود بشكل اساسي، يعني مثلا بهذا المعنى دول يعني هاي الوظائف او هاي يعني هذا الدومين، اوكي هذا المجال، انه الشرطه كذا، تحس حياتهم بها اكسايتمنت، اوكي خطره، بس انه تحس اكو بيها اثاره، اكو بيها تحدي، اكو بيها الى اخره. فالطب ايضا بهذا الجانب، الطب ايضا بهذا الجانب. وايضا نقطه ايضا تعتبر للبعض مهمه، انه هو كمردود مالي، اوكي راح تتاخر حتى يكون لك مردود مالي جيد، بس انه هو بالنهايه كمردود مالي، يعني ما أعتقد أنه أكو طبيب يعني راح يتخرج وراح يكون يعني ناجح باختصاصه أنه راح يكون فقير، أعتقد أنه مستبعد، خصوصا بالعراق مثلا، يعني ما شاء الله، يعني ما شاء الله. طيب بهذا المعنى، فهذه إيجابيات وسلبيات الطب. طيب أوكي إحنا سعرفنا إيجابياتها وعرفنا سلبياتها، راح أحبه ولا لا؟ قبل أن أقول لك راح أحب راح تحبه ولا لا، نأخذ فاصل ما بين ذني ما بين ذني الأمرين، ما بين ذني المحورين، ونتحدث عن محور فرعي، خلينا نسميه محور بالنص يفصل ما بين ذني الاثنين، مو مهم هذا اللي قلته كله مهم. المهم إنه مبدئيا يعني أنت انجبرت أوكي، بس أنت المفروض دافع عن حلمك، يعني المفروض انه انت مو بس تدافع عن حلمك وبس، انه انت المفروض تسوي اللي انت تحبه، اللي انت ما تحبه لا تسوي، قاوم حتى لو جبرتك امك، جبرتك امك، جبرتك ابوك، جبرتك امك، جبرك ابوك، حاول تقاوم، حاول تقاوم. ما اريد قولها بشكل صريح،
مو أخاف مثلا أنا أخاف على مشاعر ماما، أخاف على مشاعر بابا، أنه يعني ماما طول عمرها تحلم أنه أنا أصير طبيبة، بابا طول عمره يحلم يقول أريد أصير أبو الدكتورة، بابا دائما يحلم يقول أنه أنا أريد أصير أبو الدكتور وكذا. أوكي هاي أحلام أبوك، أنت أحلامك وين؟ أنت أحلامك وين؟ إيش وقت تعيش أحلامك يعني؟ إذا هو بأهم أهم قرار، يمكن أحد أهم القرارات بحياتك، أنه هو التخصص حياتك الجاي شو راح تكون مستقبلك، أنه أنا أعيش حلم أحد ثاني على حسابي أنا. أوكي مهما كان عزيز، أوكي والدي عزيز وأمي عزيزة، أوكي أتمنى يشوفوني بالصيغة اللي هم يتمنوها، أوكي، بس بالنهاية أنه هذا هاي حياتي، هاي حياتي، أنه أنا لازم أعيشها مثل ما أنا أريد، مو مثل ما ماما تريد. بالنهاية بعد سنة أو سنتين يمكن، أو يمكن 10 سنوات، أوكي راح أكون بوضع يعني أمي. بالنهاية إذا كنت أنا طبيب وفاتح عيادة، فهي ما راح يجيها من عندي غير بس السمعة، هاي أم الدكتور أو أم الدكتورة أو هذا أبو الدكتور أو هذا أبو الدكتورة. أوكي بس أنه أنا حياتي حابها، حياتي راضي عنها، أنه لازم أفكر بهذا الشيء. هاي في حالة إذا ما كنت مجبر جدا، اوكي في حالة اذا ما كنت مجبر جدا فلازم تدافع عنه. حتى اذا كنت مجبر، انت بكل الاحوال لازم تدافع عن حلمك، لازم تدافع عن مستقبلك. انا اريد مستقبلي يكون هيك. اسمع كلام 8 مليار شخص، اذا اكو حتى 50 مليار باكو فضائيين يجون، اسمع كلام 50 مليار شخص، بس خلي القرار منك. بس لازم تتعلم تتخذ القرارات، انه اذا تظل دائما تخلي احد غيرك يتخذ لك قرار، شو وقت تكون انت شو كنت تتخذ قرار؟ هذا الوقت المناسب، هذا الوقت المناسب انه تقرر اني اكمل بالطب، اني اريد طب ولا اريد غير شيء، ما اريد انجبر على شيء بهذا المعنى. اوكي خليها هاي دائما تكشي بذنك، وخليها نظاراتك في حتى اذا كنت لابس نظارات، اذا ما كنت لابس نظارات فخليها موبايلك، لانه هو اعتقد اهم من التكشي بالنسبة لكم هسه، فبالنسبة اليها ماتي. فانه بالنهاية خليها دائما فكر بها، ما أريد أحد يجبرني، أريد أني أختار، أريد أني أقرر، حتى أكون مسؤول عن قراري، مسؤول عن خياري، وأكون أنا راضي عن نفسي وراضي عن المكان اللي وصلت له. هاي نقطة. النقطة الأخرى بشكل عام، انجبرت دخلت كلية الطب، ما عندي بعد حل ثاني، خلص دخلت كلية الطب، راح أحبها ولا لا؟ إنه راح تحبها أو ما راح تحبها هذا يعتمد بجزء مو بالقليل عليك انت. يعني انا احكي لك عن نفسي، لو كنت راح ادرس الطب بالطريقه اللي قاعد ادرس اياها الجامعه حاليا، انه محاضرات، بوع المحاضرات صراحه ممل اكتئب. شايف من تروح المكان هيك البيت تحسه واقع، يعني مو تحسه واقع، هو واقع بس كئيب جدا، تحس بكآبه شديده داخل هذا البيت. بالضبط انا هذا الشيء احسه لما تجينا محاضره، انه مو منظمة ابدا، واساسا هي اساسا الباوربوينت قام يعطيني هيك انديكيشن، اوكي المحاضره الحضر كان قام تعطيني هيك انديكيشن، بينما من اروح للمصدر احس نفسي انه رايح على القصر، مو رايح الخرابه بهذا المعنى. فبالنسبه لي انه دراستي بالمصادر ودراسه تفصيليه، دراسه تفصيليه وفهم الامور بشكل يعني عميق، خلينا نقول انه هو هذا اللي حببني، هو هذا اللي حب جزء خلاني احب الطب فعلا. اوكي بغض النظر عن انه كل الاشياء اللي، بغض النظر ليش انا دخلت كلية الطب وليش كنت مصر على دخول كلية الطب، رغم انه يعني عانيت صراحة حتى دخلت كلية الطب، بس بالنهاية انه هاي من احد الاشياء اللي اعيشها يوميا بدراستي اليومية اللي تخليني مسرور، انه اني ادرس بطريقة انه اني حاب اخذ المعلومة، اريد اخذ المعلومة، مو قاعد ادرس وكأنه اني مجبور على المعلومة. اكو هواي طلاب اوكي تحس حاب الطب ويريد الطب، بس بالنهاية يدرس كأنه مجبور. طيب وين حبك للطب؟ طيب تقول انا احب الطب، وين حب الطب وانت قاعد تدرس وانت مجبور؟ لانه ببساطة المحاورة مملة. فهاي احد النقاط اني شخصيا اللي اسويها اللي تخليني استمر، فعليا تخليني استمر، فاشوف نفسي بلحظات معينة انه دراستي بالمصدر تشجعني على دراسة كلية الطب، تحسسني انه انا قاعد ادرس فعلا، قاعد ادرس الطب. اكو محاضرات تحسسني انه انا قاعد ادرس تاريخ صراحة. طيب هاي نقطة. ايضا اكو يعني هيك
حكمة لطيفة أو فلسفة لطيفة. الفيلسوف البريطاني برتراند راسل شو يقول؟ يقول إذا كنت بناء ماهرا فستحب البناء. شلون يعني؟ يعني البناء الماهر، البناء، عامل البناء، إذا أجاد البناء، إذا كان يعني ماهر بالبناء، أوكي، عبقري بالبناء، خلينا نقول قوي بالبناء، يعرف يبني، يعرف يبني زين، حيحب البناء ببساطة. والعكس من هذا، إذا أنت شي تحبه بس ما تعرف تسوي، مثلا أنا أحب أسوق السيارة، أحب جدا السياقة، بس سقت مرة مرتين، كل مرة أقلب السيارة بيها، خلاص راح رغم أنه أنا أحب السياقة بس راح أتركها. أيضا أنه بالدراسة، أنا أحب دراسة الطب بس ما عرفت أدرسه، ما عرفت أدرسه، كانت صعبة دراسته علي وما عرفت ألقى طريقي الصحيح بيه، وفي النهاية كرهته رغم أنه أنا أحبه، بس من دخلت كلية الطب كرهته لأنه أنت ما عرفت الدرسة. فهي أيضا عمليا أيضا شيء مهم، أنه أنت لما تعرف تدرس الطب، لما تتعمق، أخذ وقتك بشكل فعلي، أخذ وقتك بأنه تتعمق بكيف أدرس الطب، اتعمق بهذا الشيء. وأفضل طريقة تعرف بيها من خلال التجربة. أوكي، اسمع هاي القناة، اسمعنا نش حاجة، أنا حاجة هواي شغلات عن شلون أدرس، أوكي، وغيرها حاجة، قنوات هواي حاجة، دكاترة حاجة، بس أنت بالنهاية أنت جرب، أخذ، خلي هاي الفكرة سيريس، خليها سيريس عندك، إنه أنا أريد أعرف شلون أدرس الطب. ومو شرط إنه تكون بس طب، صيدلة، طب أسنان، أي تخصص، حتى لو كنت تربية رياضية، أنه أفكر عن شلون أدرس، شلون أتعلم، شلون هاي 6 سنوات شلون راح أقضيها، حياة يومي الدراسي شلون مفروض يكون، كي شلون مفروض يكون، شنو أنسب شيء لي، شنو شيء لي أحبه، وشلون يكون بطريقة بحيث أنه أقل جهد وأكثر فائدة. دائما فكر بهاي الطريقة. فحتى تحب الطب هو بالنهاية معتمد عليك أنت، إذا تصرفت بطريقة أنه كنت بناء ماهر، كنت دريس ماهر، بالنهاية أنه ممكن تحبه، ممكن جدا تحبه، وحتى وإن ما حبيته. معني مثلا إذا لنفرض أنه مثلا أنا أدي فد عمل معين، مثلا كنت أشتغل بالتنظيد، أوكي، كنت أشتغل بالتنظيد، التنظيد يعني بالبداية كنت أحبه، بعدين صراحة أنه شفت أنه ما أحبه، مو العمل المناسب بالنسبة إلي، أنه حسيت يعني هدر للوقت بالنسبة لي، هذا الوقت اللي أقضي بأنه أنضت هالصفحة اللي أخذ عليه 500 دينار أو 1000 دينار، حتى لو 1000 دينار، حتى لو 2000 دينار، ممكن أقضيها بمكان ثاني أفضل من هذا، وعمل أفضل ويناسبني أكثر. بس هاي بالبداية كنت أحبها، بعدين صرت ما أحبها، صرت أكرها، مو بس ما أحبها، أكرها. بس اللي خلاني أستمر بي، يعني كان عندي التزامات، فانجبرت أنه أستمر بي، كان ممكن أقولهم لا، بس ما قبلتها على نفسي انه اقول لا، بالنهاية استمرت بي. اللي خلاني استمر انه انا اعرف انظر بطريقة صحيحة وطريقة سلسة، بحيث انه اوكي حتى وان كنت انا ما احب هذا التنظيم، بس هو سلس بالنهاية، ادائي بي سلس، مو معقد نفسي بحيث انه ما اعرف ابدا، فحتى لو كنت احبه وما اعرف ابدا فما راح استمر بي. بس لما أكون ما أحبه وأعرف شلون أعدي، إذا ما حبيته فرح يكون على الأقل سلس. That's it. فجواب أنه رح أحب الطب أو ما رح أحب الطب فهو معتمد عليك. أو إذا تحس نفسك أنه خلص انقطعت بكل السبل وأنت انجبرت، حتى وين يعني أكو طلاب مثلا أنه دامون سنة كاملة، أوكي، وسنة كاملة هو مجرد دخل بيها أنه هو داخل، أنا ما أحب الطب وما أريد أكله، أوكي، حتى لو عرفت أدرس أنا ما أريد تكون حياتي طبية، ما أريد أقضي حياتي بالطب ببساطة، هاي that's it، خلاص. فهو يدخل سنة أنه يجرب الموضوع، بعدين أنه مثلا ما عجبه يترك، يحول سنة ثانية يداوم غير تخصص، حاول خلال هاي السنة يقنع أهله بهذا المعنى. فأنت إذا كانت المسألة الأساسية عندك أنه إقناع أهلك، فالأهل على ما أعتقد بكل أرجاء العالم أنه همهم الأساسي أنه سعادة أولادهم
بما يخص علاقتهم مع أولادهم. فاشتغل على هاي النقطة، إنه حاول فعلاً إنه تثبت لهم إنه سعادتي مو بهذا المكان. أعرف شلون تشتغل، ممكن تستخدم الحيلة همتين أحياناً، إنه هاي أحد الحيل إنه أنا أدخل سنة كاملة أقضيها أضيعها، أوكي أضيعها، بس إنه هي راح تروح بمحلها، إنه بهاي السنة راح أدخل كلية الطب، راح تكون تجربة بالنسبة لي، يمكن أحبها ويمكن ما أحبها، وبالنهاية إنه راح أقنع أهلي إنه لا ما أريد. فأنت صار عندك خيارات كثيرة، إنه ممكن أنت تدافع عن حلمك، لا أنا ما أريد كلية الطب خلاص، أو ممكن أنت لا إنه ما أريد كلية الطب أوكي بس انجبرت، أو تدخل إنه تحاول تحبه بهالطريقة اللي ذكرتها، حاول تتقن العمل على الأقل، تتقن الدراسة، ثم تعرف شلون تدرس حتى يمكن تحبه. فإذا بكل الأحوال ما قدرت وانجبرت بالنهاية، فعلى الأقل انجبر صح، انجبر تكون ناجح، انجبر تكون فاشل. لأنه يعني تخيل إنه إذا أنت دخلت غصبا عليك كلية الطب، بعد 6-7 سنوات تصير بالمستشفى على ما أعتقد أنه ما راح يكون أدائك جيد. فنجبر على أنه يكون أدائك جيد، نجبر على أنه تكون ناجح، وتكون طبيب فاشل. That's it. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.